السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا اليوم وصلنا من سراييفو 4 ساعات بالعربة لكي نصل إلى مدينة سربنيستا لكي نحضر اللي هو الذكرى 24 لمذبحة سربنيستا اللي الصرب ذبحوا فيها قرابة 11,000، والأمم المتحدة سلمت البوسنويين للصرب وخرجت خاصة الأمم المتحدة قوات الأمم المتحدة الدولية التابعة لهولندا. هنا حوالي 30,000 أو 40,000 مشارك معنا في هذه صلاة الجنازة عليهم. وعم نتكلم بنقول ايه؟ بنقول ان السنة دي كمان اكتشفوا بقايا 33 جثة بالدي ان ايه، وكانوا بيدفنوا هيدفنوا ان شاء الله في الداخل ان هو في المنطقة اللي هو حصل اللي يحصل فيها الجنازة دلوقتي. ونتكلم عن لا نستطيع ان نصف هؤلاء الناس اللي ذبحوا الناس واللي قتلوا الناس واللي شردوا الناس واللي قتلوا الناس واللي اغتصبوا الناس الى اخره الى اخره. هؤلاء ليسوا من البشر. يعني بعد 24 سنة لن ننسى سربنيتسا، بعد 240 سنة لن ننسى سربنيتسا، بعد 100 سنة في مجزرة نهر درينا لم ننسى مذبحة نهر درينا في 1942 تقريبا قرابة 100 سنة. فاليوم ندعنا لكم جميعا قبل ما نصلي صلاة الجنازة ان احنا بنقول فيها ايه؟ لابد علينا ان نقف وقفة حازمة ضد التطرف والإرهاب والذي يصنعه هؤلاء الناس الذين قتلوا الأبرياء في كل مكان في العالم، والذي يصنعه أيضا بائعي السلاح لجماعات الإرهابية المختلفة والذين يتهمون نحن بالإرهاب. البوسنة ستبقى حية بإذن الله سبحانه وتعالى، البوسنة ستبقى آمنة بإذن الله سبحانه وتعالى، وسنحارب من أجل الإنسانية، من أجل إرساء السلام في كل مكان في العالم، سواء كان في اليمن، سواء كان في مع مسلم الروهينجا، سواء كان مع أيضا اللي هم مسلم اليوغور في الصين، في سوريا، في كل مكان في العالم، في كل مكان في العالم لابد أن نقف هذه الوقفة كأن نمنع هذه مجازر البشرية هذه تحصل مرة أخرى. اليوم 11 يوليو في 2019 هي الذكرى 24 لمجزرة سربنيتسا اللي حصلت هنا في المنطقة وقتل فيها أو ذبح فيها أو أعدم فيها أكثر من 11,000، لكن وجدنا فقط الآن قرابة 9,000 بودي أو ما تبقى من الأجسام اللي موجودنا. اليوم اكتشفوا يعني أو السنة دي اكتشفوا 33 جزء من الجثث اللي كانت بيدوروا عليها من العام الماضي. العام الماضي كان فيه كواني 37 جثة أيضا. هنا في حوالي 30,000-40,000 مصلي جم يزوروا ويسلموا على أحبابهم ويدفنوا أحبابهم الجدد، زي ما انتم شايفين عدد المئات اللي مدفونين هنا هو في المقبرة اللي بنتكلم عنها. الآن بنتكلم عن إيه؟ السلام هو الحل. عمر ما كان الدم هو الحل. الدم بيخلق دم، والدم خلانا نفقد في البوسنة ما لا يقل عن 250,000 نسمة و600 مسجد دمروا وتشريد أو تهجير أكثر من 800,000 بوسناوي. 80% من القتلى هنا كانوا من المسلمين البوسناويين، وكذلك أيضا اغتصاب عشرات الآلاف من البنات والنساء في البوسنة. كفاية دم. فلنقف جميعا كلنا جميعا من أجل السلام، نبني السلام في البوسنة وفي كل مكان في العالم. المكان اللي خلفنا هو كان مقر قوات الأمم المتحدة للسلام لحفظ السلام في البوسنة، واللي سلمت وتنازلت عن حقوق النازحين اللي جم من مناطق مختلفة حوالين سربنيتسا وحاولوا أنهم يحتموا بقوات السلام الأمم المتحدة تابعة لدولة هولندا. كان في يعني عمل في منتهى الإجرام، عمل وضيع وعمل حقير، سلموا فيه كل هؤلاء القتلى والضحايا إلى قوات اللي هي السربية اللي هم ذبحوهم زي ما ذبحوا هنا وقتلوا هنا في هذا المكان وهذا المكان. ويمكن أنا كنت بزور المكان ده هنا في العام الماضي، لكن كل عام هنزوره علشان نقول لا 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 لمثل هذه الأعمال السيئة من قوات الأممية، ولا لمثل هذه الأعمال الإجرامية من الإرهابيين المتطرفين. وليس المسلمين البوسنويين هم المتطرفين، وليس المسلمين البوسنويين هم الإرهابيين، بل الإرهابي هو من قتل
هؤلاء وذبحهم وأخفى أجسادهم ودفن الأجساد، حتى في أن بعض الأجساد كانت ترمى في أماكن مختلفة لكي لا يستطيعوا الحصول على تعريف لمثل هذه الجثة. هنا حصلت مذبحة لن تقل أبدا عما حصل لليهود من مجازر في اللي هو المعسكرات الايه النازيين في بعد الحرب العالمية الثانية. هنا حدثت المذبحة، ولا يقول الأمم المتحدة، هذا عار على الأمم المتحدة وعلى دول الأمم المتحدة، وهذا عار على الإنسانية، وهذا عار على العرب والمسلمين أن يتركوا مثل هذه المجازر تحدث لأي شخص في العالم. ده فقط للمسلمين ولكن لكل شخص في العالم. نحن الآن في مقر الأمم المتحدة الداخل الذي كان يأوي آلاف من البوسنويين الذين نزحوا وأتوا إلى هذا المكان في عام 1995، ودي ثالث مرة أزور فيها هذا المكان. نحن نتكلم فيه علشان كثير من الصور الموضوعة هنا هي صور حقيقية لأبعاد المجزرة التي حدثت وذبح فيها البوسنويين هنا بعد أن سلمت الأمم المتحدة هذا المكان تحت وعود قادة الجيش الصربي بالأمان للناس. بعدها بالضبط فصلوا النساء عن الرجال وبدأت المذبحة والتطهير العرقي. نحن هذا مبنى من حوالي أربع أماكن، يعني في هناك مبنى آخر في مصنع آخر في الناحية الثانية إلى آخره إلى آخره. اليوم إحنا جينا هنا أيضا علشان بعد 24 سنة وجدوا حوالي 33 بقايا 33 جثة من أبناء البوسنة اللي قتلوا في هذه المذبحة منذ 24 سنة. ندائنا مننا نحن لن ننسى البوسنة على الإطلاق، لن ننسى البوسنة على الإطلاق، لن ننسى البوسنة على الإطلاق، وسنظل نحارب ونقف سويا من أجل استقرار الأمن والسلام، ليس فقط في البوسنة والهرسك، ليس فقط في البلقان فقط، لكن في العالم كله، ونذكر في العالم كله مسلمي الروهينجا واليوغور في ميانمار واليوغور في الصين واليمن وسوريا و الكونغو الديمقراطية وأماكن كثيرة جدا 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 نتكلم عنها من اللي هم من معاناة هذه الشعوب لإحلال السلام في كل مكان في الأرض. لن نسمح بإذن الله سبحانه وتعالى بحصول المذبحة كهذه مرة أخرى، ولابد أن نعاتب ونحاسب الأمم المتحدة على تقصير قوات الأمن والسلام في تسليم مثل هؤلاء الناس لقادة الجيوش الصربية الذين فعلوا بهم الأفعال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من البوسنة، من بوسربنيتسا، من بوتتشاري، المكان مقر هيئة الأمم المتحدة عام 1995.